موجز الأخبار من A1 TV، أهلا بكم. أوعز الدكتور عادل البلبيسي لمدراء الشؤون الصحية في المحافظات بتشكيل فرق ميدانية لغاية المتابعة الدورية لأكبر عدد من المدارس، مؤلفة من طبيب ومراقب صحة وممرضة. رضا عمم البلبيسي كتابا بهدف تطبيق البروتوكول الصحي للعودة الآمنة لطلبة المدارس، وذلك خلال فترة دوام الطلبة في الفاقد التعليمي، وبهدف اعتماد خطة عمل للمتابعة على مدار العام الدراسي. أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أحر التعازي لحكومة وشعب جمهورية روسيا الاتحادية وجمهورية تركيا بضحايا تحطم طائرة مروحية روسية كانت تشارك في إطفاء الحرائق في جنوب تركيا. وأسفر تحطم الطائرة عن مقتل أفراد طاقمها البالغ عددهم 8 من الروس والأتراك. وأكدت الوزارة في بيان صحفي تضامن المملكة مع حكومة وشعب جمهوريتي روسيا الاتحادية وتركيا في هذا الحادث الأليم، التعازي لذوي الضحايا. دعا حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة إلى إصدار قانون يشرع استخدام الاحتياطي الإلزامي في ظل تفاقم أزمة المحروقات التي تعاني منها البلاد. قال سلامة في تصريحات له إن الاحتياطي الإلزامي لدى المركزي وصل إلى الخط الأحمر، ولم يبقى منه لدى المصرف سوى 14 مليار دولار فقط. وفي السياق ذاته وجه مستشفى الجامعة الأمريكية في بيروت نداء إنسانيا عاجلا لتأمين الوقود الذي يحتاجه المستشفى خلال 48 ساعة. قتل 20 شخصا وأصيب 79 آخرون في انفجار خزان محروقات فجر اليوم الأحد في بلدة تليل في عكار شمالي لبنان، وفق ما أعلن الصليب الأحمر اللبناني في بيان له فجر هذا اليوم. وأفاد مصدر في بيروت إن الانفجار وقع قرابة الساعة 2 PM اليوم من دون أن تعرف أسبابه، مما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا نقلوا إلى المستشفيات، وهناك عدد من المفقودين قذفهم عصف الانفجار. احتشد مئات السكان وسط مدينة مونتريال الكندية احتجاجا على جواز سفر التطعيم ضد فيروس كورونا الذي قررت سلطات مقاطعة كيبيك تنفيذه في الأول من أيلول المقبل، ويسمح فقط لأولئك الذين تم تطعيمهم بالكامل بالوصول إلى المهرجانات والمطاعم ومرافق التدريب البدنية. وقال المحتجون إن نظام جواز التطعيم يعد تحيزا غير مسبوق للسكان ونظام تمييزي، ودعوا أحزاب المعارضة إلى نقاش عام بشأن طرح جوازات السفر التطعيم. وإلى الرياضة، حيث حقق باريس سان جيرمان فوزا كبيرا على ضيف ستراسبورغ ب4 أهداف لهدفين ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الفرنسي. وسجل الرباعية كل منه ماورو إيكاردي ولودوفيك أغورغ بالخطأ في مرمى جوليان دراكسلر وبابلو سارابيا، بينما أحرز كيفين جاميرو ولودوفيك أغورغ هدفي ستراسبورغ هذا، وحقق بي أس جي فوزه الثاني تواليا رافعا رصيده إلى 6 نقاط، بينما بقي ستراسبورغ بلا رصيد. نهاية الموجز، دمتم في أمان الله.